السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا مقطع غريب جدا. خلونا نصلي على النبي ونبدأ على طول في مقطع النهاردة من غير مقدمات. دي شركة اسمها إيفيشن. الشركة دي عاملة السكينة ديت من معدن الديتو ومقبض الجيتين بالشكل الفضائي اللي حضراتكم شايفينه ده. حلو كده؟ حلو. الشركة دي اسمها بيستك، والسكينة ديت اسمها بينجوين. الشركة البيستك ديت عاملة السكينة ديت بمعدن ديتو ومقبض جيتن. حلو كده؟ حلو كده. الشركة دي اسمها سيفيفي. الشركة دي عاملة السكينة بمعدن ديتو ومقبض جيتن، ومزودة عليه تطعيمات الكربون فايبر، وعاملاها بالشكل الفضائي ده اللي مخترعه إليا إيشام، أو مصممه المصمم إليا إيشام. نيجي للسكينة دي. السكينة دي اسمها أدمانتي، عملها مصمم بالاتفاق مع شركة جانزو، يعني هو عاملها في شركة جانزو لكن هي تصميم خاص. أهي السكينة. السكينة ديت المعدن بتاعها ديتو والمقبض بتاعها جيتن. حلو كده؟ حلو كده. نيجي للسكينة دي. السكينة ديت من شركة كيرشو. السكينة ديت المعدن بتاعها جماعة ديتو والمقبض بتاعها جيتن، ومطعم بحتة نحاس كده. حلو كده؟ حلو كده. نيجي للسفروتة الصغيرة ديت من شركة سي في في. دي المعدن بتاعها ديتو والمقبض بتاعها جيتن. حلو كده؟ حلو كده. نيجي للسكينة ديت الفاير بيرد. دي تبع شركة جانزو برضك. دي المعدن بتاعها ديتو والمقبض بتاعها جيتن. نيجي للسكينة الحلوة دي برضك. دي تبع شركة ارتسن. اهي المعدن بتاعها ديتو والمقبض جيتن. طيب نيجي للشركتين دول، لكن خليهم على جنب دلوقتي. دول الاتنين، الميدفورد والبنشميد، دي معدن ديتو ودي معدن ديتو برضو. اهي تمام، دي ديتو وديت اهي بنشميد زي ما حضراتكم شايفين. المعدن بتاعها اهو ديتو، تمام، لكن هنتطرق لهم بعدين. طب انا دلوقتي عايز اشتري ايه؟ اشتري ايه من الحاجات دي كلها؟ ما كلهم نفس الشيء. لو انا بدور على معدن او بدور على مقبض حلو او معدن حلو، كلهم نفس المقبض، كلهم جيتين. طب المعدن يا عم خليفة، المعدن كله ديتو. طب انا اعمل ايه؟ انا تهت منك. لا ما تتهش، انت تختار بالشيء اللي يناسبك. بمعنى انا في ساعات تجارب بعملها على القناة عادلة زي ما انتم ما بتشوفوا، بنطلع بنجربها تجارب عادية، نشوف نفعت التجربة والسكينة حلوة، نفعت ما نفعتش دي حاجة تانية. يعني فرقوا بين الاعدامات والتكسير اللي بنعمله وبين تجربة السكينة. كلهم بصراحة في التجارب طلعوا حلوين ما عدا سكينة واحدة، البيستك. وللأسف شركة انا كنت عاوز يعني اجيب سكينة منها، وكنت حبيبها، وكنت فاكر ان هي من النخبة، لان سكاكينها عندها سكاكين غالية جدا وباسعار يعني برضك مش رخيصة. فضربت بيها في خشب بس يا دوبك عملتها كده اتكسرت. طيب عايز تقول ايه؟ اللي انا عاوز اقوله لكم ان انت لما تيجي تدور، دور على اللي يناسبك. يعني انت عايز حاجة محملة، عندك ادي واحد، عندك ادي اتنين، عندك ادي تلاتة، تصففهم بقى تحت بعض كده اهو، اربعة خمسة، وتسيب لي دول مثلا كده اهو، تصففهم لي كده جنب بعض اهو. ده من الاسمك للاخف. عندك اتنين يعني سمكة جامدة اهي. سيبك من الشركة ديت، لان ديت انا جايبها من على امازون، يمكن ما تعرفوش تتكعبلوا فيها، وسعرها برضو يوازي سكاكين من ديت عادي. عايز حاجة تكسر بيها ويتقطع بيها مثلا احبال ومش عارف ايه، يعني هتستخدمها في اشياء شاقة، تشلخ بيها خشب مش عارف ايه، انت مش هتستخدمها في اكل، هاتلك حاجة زي كده. تختار المحمل،
تختار النصل المحمل، دي حته محمله. وخلي بالك يعني انت لو جيت تقطع بيها اكله هتقوم مش هتقول لك انا بتاعت خشب، لكن هتمشي معاك في الخشب وفي الاشغال الشاقه والحاجات دي زي الفل. فدي برضك سكينه. تيجي للاشغال المتوسطه، انت بتطلع رحلات صيد والكلام ده، الاتنين دول برضك هتلاقي السمك بتاعهم حلو جدا، مع ان ديت قصه الشيف فود ديت حلوه ان هي تقطع بيها حاجات، تقطع بيها اكل وخضروات الكلام ده، وفيها خاصيه الفتح السريع ان هي لو في جيبك بس مجرد ان انت تطلعها تفتح بسرعه معاك. عندك بقى يعني تنزل تتدرج 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 لغايه ما توصل لاضعف حاجه. يعني دي بص محمله من فوق اهي، شايف محمله من فوق لكن نازله على ضعيف، السكينه كلها نازله تحت من الناحيتين، يعني من النص من هنا بترق السكينه على ما بتنزل من فوق من تخين، بتنزل على رؤية بتنزل بترق معاك في الاخر. فانت لازم استخدامك للسكينه او اختيارك للسكينه يبقى على حسب الاستخدام اللي انت هتستخدمه لها. يعني ما ينفعش مثلا تشتري لي سكينه زي كده وتقعد تشلخ بيها في خشب او تقطع تكسر بيها في خشب والكلام ده، هتبوظ منك. حتى لو استحملت عشان هي من شركه قويه، هتيجي بعد كده في المستقبل خلاص هتضعف، السكينه مش هيبقى ليها اي 30 لازمه ولا هتعرف انت تستخدمها. فحاول دايما انك انت لما تيجي تشتري حاجه زي كده تشتري حاجه يعني حاجه هتطلع بيها رحلات صيد تبقى حاجه ضخمه. نيجي للسكينتين اللي انا قلت لكم خليهم دلوقتي اللي هي الميت فورد والبنش ميد. الميت فورد دي 2 زي ما قلنا والبنش ميد دي 2 زي ما قلنا، بس لا انصح بالشراء نهائيا. هتقول لي ليه؟ هقول لك ليه. اول حاجه البنشميت ديت سعر الاصليه بتاعتها بيوصل ل 2000 درهم، يعني من 1500 ل 2000 درهم. الميدفورد ديت من 2500 ل 3000 او 3500 درهم 4000 على حسب الشغل اللي فيها. لا ده الكلام اللي بقول لك ده حقيقي. طبعا يعني اسعار فلكيه واسعار غاليه جدا. طيب هتقول لي انا ما اشتريش دول ليه؟ الحاجه ديت انت بتشتريها بتدفع فيها اكتر من حقها لسبب واحد، ان هو بيبقى مديك براند، انت شايل اسم، انت شايل ماركه. هنا البنشميت دي هو مديك البنشميت دي، البنشميت ديت انت الكلمه دي بس انت بتدفع عليها فلوس، وبتدفع فلوس على ثمن السكينه. يعني السكينه دي انت ممكن تجيب اختها من محل الرمايه وتلاقي مكتوب عليها الرمايه، او تجيبها من محل الحر هتلاقيها في الحر حاجه تبع الرمايه، ممكن تجيبها مثلا بخمسة وبمية ولا بخمسين حاجة زي كده، يعني المهم ان هي رخيصة. المطوة ديت رخيصة، لكن انا عشان انا اشتريتها عشان عليها الطابع بتاع الشركة ديت خدتها يمكن ب280 بالعافية، ب280 بالعافية، ولا كنت افقه شيء. يعني مش هقول لك بقى انا وقتها كنت وحش وكنت فاهم، انا وقتها ولا كنت فاهم حاجة ولا كنت فاهم حاجة ولا كنت عارف ايه الشعار اللي عليها دي. انا عجبني شغل الجماجم والحاجات دي اللي اصلا الشركة الاصلية مستحيلة تحط حاجة زي كده على الديزاينات بتاعتها، بيبقى شغل اروق بكتير. الميت فورد ديت يا جماعة برضك هتشتروها اغلى من تمنها. يعني تخيل انا بقولك السكينة ديت تمنها 1000 دولار، لو اللي بيبيعها لك قالك انا هدي لك السكينة ديت ب100 دولار فانت هتدفعهم، مع انهم كتير. يعني هي اهي سمكتها من سمكة السكينة ديت من صلابة ديت اللي هي بحوالي ديت 200 وحاجة 280 290، المهم انها يبقى تمنها اقل. وايه بقى الافضل من ده كله؟ ان دي اللي عاملاها شركة اصيلة اصلية، ليها فرع وليها شغل وليها براند وليها خط انتاج وليها كذا تقطيع قطعة من الحاجة ديت، فأكيد واصلين لمعدن الدي 2 ده لصلابات عالية جدا. لأن خلي بالك برضك أكيد بيفرق في التصليب من شركة لشركة، يعني مثلا أهي ديت دي 2 ودي دي 2، أكيد الشركة اللي مصلبة ديت شركة سفيفي مصلبة المعدن ده أفضل من المعدن ده، أو ممكن شركة سفيفي مصلبة أفضل من البستي، تمام؟ يعني تفرق من صلابة. الشركات بتوصل لدرجات صلابة على المعادن قوية جدا. هتقول لي ازاي؟ اقول لك هو الدي 2 ده عبارة عن معدن، هو معدن كتلة كاملة كده، وهم بيجيبوه بيشتغلوا عليه بيقصوا منه القطع بقى بتاعت السكاكين زي ما انت شايف كده، بتاعت السفيفي، بتاعت كرشو، بتاعت الارتسان، بتاعت الكلام ده كله بتتقص عندهم
بحاجات معينة، في حاجات ممكن تتقص بالمية، في حاجات ممكن تتقص وترجع تتصلب تاني صح، لكن في شركات اكيد ما بتبقاش واصلة لنفس درجة الصلابة. ده كان موضوع النهاردة، حبيت اطرحه قدام العلن، حبيت اتكلم فيه مع كل اخواتي وحبايب قلبي عن الكام سكينة دول اهم قدام حضراتكم، كلهم بعيد عن السكينتين دول، كلهم نفس المعدن وكلهم نفس المقبض، لكن الفرق بينهم هيفرق في حاجات بسيطة جدا. ولما طرحت الموضوع ده كنت حابب ان انا اشوف في الكومنتات، هقرأ كل الكومنتات ان شاء الله، اشوف في الكومنتات من اخواتي وحباب قلبي رد على الموضوع دوت، واللي عنده خبرة او عنده فكرة قوية عن الموضوع ده ياريت يفيدنا ويفيد كل اخواته في القناة واخواته وحباب قلبي اللي وصلوا معايا لغاية الحتة ديت في مسابقة ماشية على القناة اسمها الرشاش اللي ما بيفضاش، كل يوم واحد في الشهر بنختار فايز، اكتر واحد بيسيب عدد من الكومنتات على الفيديوهات الشهرية بنخش نختار فيديو عشوائي من الفيديوهات ديت ونطلع منه فايز. خش على فيديو المسابقة اللي فات عشان تعرف تفاصيل المسابقة، وانتظر اول الشهر الجاي ان شاء الله لما ننزل فيديو جديد ونعلن الفائز الجديد، واللي هيفوز معانا الشهر ده هيفوز بمطوتين او بتمن مطوتين كودو من شركة كولد ستيل يا جماعة الامريكية. واي حد يا جماعة عنده استفسار او عنده معلومة عايز يقولها لي، عايز يتواصل معايا، كلموني على الانستجرام، برد على جميع الناس. انا بعتذر، انا لا بقدر ارد على الفيسبوك ولا بقدر ارد على كومنتات اليوتيوب عشان المسابقة اللي احنا عاملينها والكومنتات بتبقى شرسة جدا، فما تنساش تنزل تفجر الكومنتات وتعمل لايك وتشترك في القناة لو مش مشترك، وتابعنا عشان تشوف كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله في المقطع اللي جاي، وسلام.